بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، سلام بالأبطال المغامرين، كيفكم حبايب قلبي؟ إن شاء الله تكونوا جميعا بخير. أصدقائي، بنصح أي شخص قلبه ضعيف إنه لا يتابع هذا الفيديو للنهاية، لأنه مثل ما شفتوا بعنوان الفيديو، هلأ أولا رح أتصل على الساحرة مشان أخذ المعلومات الكافية اللي أنا بدي إياها مشان أسترجع الطائرة وحل اللغز تبع المقبرة وأنهي نهائي، لأنه أنا بكرة إن شاء الله رح أروح على المقبرة، يمكن بكرة أو اللي بعده. وثانيا بنهاية الفيديو رح أتصل على رقم الشيطان الحقيقي، مو مثل اللي اتصلت عليه انا بالغابة 366، هذا طلع مو رقم الشيطان الحقيقي، طلع رقم عادي، لكن اليوم جبت لكم رقم الشيطان الحقيقي ورح نتصل عليه ونشوف شو رح تكون ردة فعله، اذا هو رح يرد علي، شو الاصوات اللي رح تصير، شو الكلام اللي رح يحكي لي اياه. انا الصراحة والله ما بعرف وما جربت وما اتصلت الا هلا، رح اتصل بهذا الفيديو قدامكم. خليكم اصدقائي بهذا الفيديو ونوصل ل 10000 لايك، انتوا قد الجيش الانصاري، يلا نبدا بالمقطع بسرعه. فهلا اول شغله اصدقائي رح نعملها، رح اتصل على الساحره، هو الوقت شوي متاخر بس ان شاء الله هي يمكن تكون فايقه يمكن ما تكون، انا ما بعرف. فخلينا نجرب ونتصل عليها للساحره. الساحره وين ورقمها؟ ليكو، خلينا نشوف شو بدها تقول لي. طبعا انا رح اعدل صوتها على المونتاجها مشان ما تقولوا هي هيك بدها، لانه هي ما بتخليني طالع صوتها الحقيقي. الو، السلام عليكم. كيفك؟ اول شيء لا تواخذيني الصراحه، متصل عليك بوقت متاخر، بس انا انصاري يوسف اليوتيوبر، تتذكريني؟ الله يجبرك لك. هلا انا صراحه كثير تغلبت باخر فتره وانا بدي حل هذا اللغز لحتى ارتاح، يلي هو انه بدي تعطيني حل بكره اعمله لحتى اقدر استرجع الطائره تبعي باقل اضرار، يعني اني ما انأذى او يصير معي شيء. فشو اعمل انا هلا، شو ساوي؟ طيب طب انا ما لقيت ورق كينا، بس بكره رح لاقي، اذا بدك هي يعني اذا بدك يعني لاقي بلاقي. تمام. اي ساعة؟ تمام، وبعد ما تعطيني الورقة رح احرق بورق كينا بنفس الطريقة اللي قلتي لي عليها. طيب بس سؤال، طيب هلا بس شغلة، بالنسبة لبعد ما احرق وساوي هي الشروط رح تطلع لي نفس القصة اللي قلتي لي، رح يطلع لي دابة او حيوان او شو؟ المفروض تطلع لك اشارة. شو هي الإشارة؟ ممكن حيوان، ممكن يعني أي شيء بدلك على المكان. طبعا هذا الشيء ما لي يأذيني. والله إذا ما حبيت ما رح يأذيني، أما إذا أخطأت أو بعد يعني أنت مسؤول عن أي شيء ممكن يصير معك بكره. طيب خلص اتفقنا، ان شاء الله بكره بكون عندك، بكره او اللي بعده معلش بكون عندك باخذهم وبنطلق على المقبره ان شاء الله وبحل اللغز. رح شوف يمكن ايه اخذهم بكره، خليهم لبعد بكره لانه انا يمكن عندي شويه شغل هيك فحسب وقتي للتصوير، فباخذهم خليهم معي يا بكره يا اللي بعده. وضعي بالبيت؟ هلا الصراحة شيء غريب، ما حسيت بشيء، بس يعني مثل ما هو ببيتي، يعني أنا بكون قاعد هيك لحالي، شيء بشوف خيالات، شيء بشوف يا هو بيتخيل لي يا أما أنا بشوف يا ما بعرف، نفس الشيء بس. أيوه. إن شاء الله اتفقنا، وشكرا كثير لك وآسف إني اتصلت بوقت متأخر. فأصدقائي وحبايب قلبي مثل ما شفتوا إن شاء الله بكرة رح أروح عند الساحرة مثل ما قلت لي بالتوقيت مشان ما أخلف بالوعد، وإن شاء الله أخذ منها اللوراء اللي رح تعطيني إياهن، احتمال إني بكرة أروح على المقبرة واحتمال إني خبي اللوراء معي لبعد بيوم وروح أدور على ورق كينا إن شاء الله وانطلق للمقبرة، لأنه هي الصراحة وعدتني إنه الطائرة رح ترجع أكيد مليون بالمية وأنا الصراحة كتير بحاجتها، فما بدي أروح أشتري واحدة تانية وبعدين رد لاقي هديك ورد كبة لهي اللي بيصير عندي تنتين وعرفتوا، فلا إن شاء الله رح
روح بكرة على المقبرة أو اللي بعده ونستكشف مع بعض ونشوف شو رح يصير، وإن شاء الله تكون مغامرة حلوة وبدون ما أنأذى أنا. وبتمنى أنكم دائما بفيديوهاتي تدعوا لي أصدقائي. وهلأ خلينا ننطلق وندق على رقم الشيطان. رقم الشيطان قديش كان؟ كان أول شيء اللي لقيناه بالرسالة 666، طلع هذا تاريخ مواليد الشيطان وليس رقمه. رقم الشيطان هذا هو أصدقائي، شوفوا طلعوا عليه منيح إذا شايفينه، هذا هو أصدقائي رقم الشيطان. لكن أنا بدي نبهكم تنبيه مهم، أي حدا بيحاول يجرب يتصل عليه أنا ما بتحمل المسؤولية، لا حدا يتصل عليه أطفال أو كبار، لا حدا يفكر أنه يتصل لأنه هذا الرقم خطير، احتمال يطلع شيء احتمال ما يطلع شيء. هلأ رح نجرب قدامكم، احتمال لا سمح الله الشخص اللي بده يتصل ينأذى. فأنا هلأ الحمد لله قارئ آية الكرسي ويعني عطهارة أنا، إن شاء الله بتوقع أنه ما لا يصير لي شيء، في حال طلع في شيء واحتمال ما يطلع في شيء. فيلا أصدقائي خلينا نتصل على رقم الشيطان ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا رب يطلع لنا شيء او حدا يرد علينا. الو 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 هلو هاو ار يو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شفتوا سمعتوا الصوت اصدقائي؟ سمعتوا الصوت؟ هذا معقول كذب؟ معقول حدا حاط هاي النغمه يعني بقلب الاتصال؟ رح نحاول مره ثانيه اصدقائي، نرجع نتصل ونقول يا رب. رح نرجع نتصل مره ثانيه. يا طلعوا بشرفي اشعر بدني، يا شو هالصوت هاد؟ عم طلع ليكون نظامي جناد ولا كذب ولا عم ما بعرف، انا حاسس انه معقول يكون لعبه. رح نجرب مره ثانيه نرجع نتصل. يلا شو هاد صوت؟ صوت شو؟ فيل يعني؟ بسم الله بسم الله بسم الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا في شيء عم يتحرك بشرفي، في شيء عم يتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عم في شيء يتحرك هون، فورا فصلت الاتصال. نعم وقع قلبي بلاد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. خليني بس افتح الشباك أصدقائي دقيقة شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، هيك احسن، فتحت الشباك شوي، ما بعرف البرداي هيك انتفضت انتفضت، يعني نحن بنقول بالسوري انه تحركت هيك بسرعه، فما بعرف، ما في هواء يعني اصلا، هواء ما في، ماني حتى المروحه طافيها، شوفوا شلون انا عرقان. فالمهم هلا مو مشكله ان شاء الله اصدقائي. فيلا اصدقائي نرجع نجرب مره ثانيه ونقول بسم الله ونتصل. يلا الو 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 هوا الو هاو ار يو الو. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، اقسم بالله العظيم يا جماعه الصوت بيقرعب يا ما بعرف اذا انتم سامعينه منيح على المايك اللي انا حاطه فوق الكاميرا، اذا طالع الصوت واضح عندكم اكتبوا لي تحت بالتعليقات، اقسم بالله الصوت بيخوف. يا بسم الله الرحمن الرحيم، عم شو هاد؟ فالحمد لله هلا هديت حالي شوي اصدقائي. مثل ما شايفين انا اول شغله ما بنصح اي شخص انه يتصل على هذا الرقم، انا مغامر بخاطر بعمل اي شيء كرمالكم انتم، مو مشكله، بس انتم لا تخاطروا لانه هذا الشيء بيقلب عليكم لا سمح الله، انا بخلي مسؤوليتي من هذا الشيء تمام. فهلا الحمد لله هيك هديت شوي انا،
فأنا ما بعرف الصراحة، يمكن يكون هذا الرقم. بتتذكروا أيام زمان لما كنا نتصل على الواحد تطلع عنا نغمة انتظار مثل غنية أو شيء؟ فممكن يكون هذا انتظار، لأنه بعد الرنين عم يطلع الصوت مباشر. ما بعرف، هو مثل صوت التور، شبهته لصوت الفيل، قريب على صوت الفيل لكن مخيف زيادة. فأصدقائي وحبايب قلبي، بنهاية الفيديو بحب لكم أنه لا تنسوا أنه تشتركوا بقناتي، لأنه نسبة كبيرة عم يشاهدوا فيديوهاتي وما عم يشتركوا، وأنا قاعد عم خاطر وعم بعمل لكم شغلات ومغامرات وشغلات خطيرة كتير كرمالكم أنتوا وكرمال تستمتعوا، وأغلبكم عم يشاهدني وما عم يشترك. فصديقي اضغط على زر الأحمر، هو ما لا يكلفك شيء لكن بيدعمني كتير. ولا تنسوني أصدقائي من اللايك، وإن شاء الله انتظروني بكرة بمغامرة جديدة. أنا الصراحة شوي توتر بيتي، فبدي طفي الكاميرا وخلص. وأنا بحبكم كلياتكم، ولا تنسوا أصدقائي إنكم تدعموني، وإن شاء الله انتظروني بالمغامرة الجديدة تبع الساحرة ورونو استكشف قصة الطيارة. إلى اللقاء حبايب قلبي، كان معكم أنصاري، سلام.